طبعا انا لو قلت لك ان الدوناتس اللي بتبوظ الشوكولاته من كل حته دي باقل من 10 جنيه انت مش هتصدق صح؟ طب يا جماعه، بما ان الحاجه بقت غاليه والواحد بقى عايز يوفر شويه، انا بقى جايب لكم حاجه تحلوا بيها بسيطه كده من غير ما تدفع كتير. يعني لو قاعد بالليل مثلا الساعه 12 واحدة الظهر تقدر تاكلها بقى من غير ما تنزل الشارع بقى، عشان عارفك بتكسل. طبعا الدوناتس اللي انتوا لسه شايفينها من شويه دي انتوا هتموتوا وتعرفوا انا جايبها منين. بس انا مش عايز اصدمك يا غالي واقول لك ان الدوناتس دي انا اللي عاملها. طبعا انت بقى هتقول لي عاملها، هعملها ازاي يا عم انت وانت تعرف تعمل الكلام ده؟ اقول لك اه والله انا اللي عاملها، وكمل الفيديو للاخر وهتعرف. مش مكلفاني بالظبط غير 6 جنيه ونص. طبعا انت دلوقتي في ايرور عمال يحصل في دماغك، ازاي دوناتس بالشوكولاته ب 6 جنيه ونص؟ مش عايز اشوف الكومنتات دي، دوناتس كلابي ودوناتس الغلابه والجو ده، عشان يا غالي هتتدلع. هو ده بقى شكلها، بصوا يا جماعه شكلها تحفه. هنشوفوا كميه الشوكولاته اللي جوه. شكلك مفكرني مقفر وهتقول لي فين يا عم الشوكولاته دي شويه قوي. هقول لك اتقل بس ناكلوها دلوقتي وهتشوف. تعالى بندوقه كده ونقول بسم الله. بجد يا جماعه مفيش احلى من انك تبقى جعان كده وتجيلك الدوناتس دي من عند ربنا. يعني بدل ما انت قاعد عمال تعمل سكرول كده جبت لك حاجه اهو تاكلها. اوبا شايف يا غالي كميه الشوكولاته؟ شايف يا غالي الشوكولاته سايحه وفايحه ازاي؟ بجد الدوناتس غرقانه شوكولاته بمعنى الكلمه. جامده قوي، غرقانه شوكولاته من كل حته. ده الشكل بس، ما بالك بقى الطعم عامل ازاي؟ بجد يا جماعه انا مش بافور لو قلت لكم ان هي طعمها خطير. انا بعد الدوناتس دي خلاص هروح افتح محل وابيع فيه. اللي عايز طريقتها بقى يكتب لي تحت في الكومنتات. وطريقتها بسيطه جدا، يعني هخليك تعملها في اقل من 10 دقائق. يعني يا غالي في اقل من 10 دقائق بالظبط هخليك وانت في بيتك تعمل الدوناتس اللي بالشوكولاته دي. بجد تسلم ايدي، انا مش عارف انا عملتها بالحلاوه دي ازاي، بس هو انا هبت اي حاجه وجت معايا. بجد انت فايتك ثلاث ارباع عمرك لو ما جربتهاش. بجد يا جماعه انا مش بافور لو قلت لكم ان هي جامده قوي، غير كمان ان هي جامده قوي ورخيصه قوي. مش بس صلوا على النبي، واللي عايز طريقتها بقى يكتب لي تحت في الكومنتات وهنزلها لكم الفيديو اللي جاي. واه يا غالي مكلفني 6 جنيه ونص بس.